دعونا كل الشركاء في الميدان لهذا الملتقى من أجل معرفة الأسباب وطرح الحلول التي تمكننا من استرجاع هذه الثروة التي كانت أهم نشاط اقتصادي منذ ما قبل الاستقلال لسكان المناطق السلبية المعروفة بتربية الأغنام وولايات الشمال بتربية الأبقار وجنوبنا الكبير بتربية الإبل. كما نعمل على محافظة الغطاء النباتي في المراعي والسلوب وتوفير تغذية الأنعام عن طريق المساحات المصرية للوصول إلى الحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء سواء كانت في الأسواق الوطنية أو الأسواق المحلية.